فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: في بعض الأحيان يصلي بجواري رجل وفي أصابعه ما يسمى بالبوية، هل يجب علي أن أنصحه وأن أبين له أنه يجب إزالة هذه المواد؟ بلا شك، هذا يمنع الماء، البوية تمنع الماء، يجب عليك أن تنصحه وأن يزيلها ويتوضأ وينزل الماء على الأظافر. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.